المجرة كل 250 مليون سنة دورة الصور. هذه الطيور تستخدم نفس التقنية، نفس الطريقة الهندسية. لماذا؟ لأنها الأكثر توفيراً في الطاقة. وهذه طبعاً المناظر والأشكال والرسومات كلها من صنع أناس غير مسلمين، لسنا نحن من وضع هذه الحركات، ولست أنا من قارن حركة الطائر بحركة الأرض. هي موجودة هكذا، يستطيع أي إنسان أن يبحث ويستيقن بهذه الحقيقة العلمية. الآن نأتي سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر. هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى. أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر. هو خاتم الكتب التي من عند ربك تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر. أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أنزله بعلمي. الحقيقة عالمنا مليء بالأمور والعجائب التي تدل دلالة قاطعة على أن للكون خالق وللصنعة صانع جل في علاه. ومع استكمال رحلتنا الإيمانية في الحديث عن قضايا الإعجاز العلمي التي تزيد الإيمان في القلوب وتدحض المكذبين والمشككين بأدلة قاطعة من الكون ومن صفحات القرآن الكريم، يتجدد اللقاء مع عالمنا وباحثنا الجليل سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحبا بكم. بارك الله بكم وجزاكم كل خير عنا وعن المسلمين جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور. اليوم دكتور يعني نستكمل الرحلة الإيمانية ونترك لك المجال أنك يعني تعطينا من اللآلئ التي استخرجتها وأنت تغوص في أعماق هذا الكتاب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أحببت اليوم أن أتناول قضية انتشرت مؤخرا بشكل كبير على مواقع الإنترنت، وهي نظرية الأرض المسطحة، أن الأرض عبارة عن قرص مسطح، ومنهم من يقول إنها ثابتة، ليس هناك أي دوران أو حركة، والكواكب تلف وتدور والنجوم تلف إلى آخره. يعني هذا كلام ملخص النظرية هذه. نعم نعم. الذي يهمني أن بعض علماء المسلمين للأسف التقط هذا الكلام وقال هذا موجود في القرآن، لأن الله تعالى يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. سبحان الله. يعني اعتبر أن هذه الآية دليلا على ثبات الأرض، ولو دارت الأرض لما انضبط هذا المعنى، معنى الآية، مع دوران الأرض. سبحان الله. ثم جاء شخص آخر وقال بدلا من أن نذهب بالطائرة إلى منطقة معينة نقف فوق الأرض ونتركها تلف وتدور. وهذا الكلام الحقيقة أنا يؤسفني عندما يصدر من إنسان مسلم متبحر في القرآن، لأن مجال هذا الحوار أو النقاش هو علم الفلك. دائما القرآن يأخذك من الكون إلى القرآن وليس العكس. جميل القاعدة. يعني لا يمكن أنا القرآن كعالم مسلم مهما بلغت من علوم القرآن أن أستنبط نظرية كونية من القرآن من دون أن أبحث في الكون. تجارب أولا وبحث في الكون. نعم، لأن هذا ترتيب القرآن ومنهج القرآن. الله تعالى يقول صحيح قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نظر وتأمل. قال أيضا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم تأمل. قال أيضا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تدبر وتأمل. آيات بالمئات موجودة صحيح. في القرآن صحيح صحيح. تطلقك باتجاه الكون لتعود من الكون إلى القرآن. سبحان الله. نحن عكسنا الآية، أصبحنا نريد أن ننطلق من القرآن باتجاه الكون، والقرآن لم يأمرنا بذلك، إذا نحن نخالف منهج القرآن فوقعنا في هذه الأخطاء التي أصبحت سخرية للملحدين. أيوة. طيب القرآن ماذا يقول؟ لا توجد آية واحدة في القرآن تقول بثبات الأرض أبدا. ثبات أم سطحية الأرض؟ ثباتها أو سطحية أو استوائها. استوائي تمام. الآية التي تقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، لم يقل كيف سويت. سبحان الله. لأن في علم الهندسة هناك فرق. سبحان الله. ما الفرق دكتور؟ بين السطح والمستوي. أيوة. أي طالب يدرس الهندسة يعرف الفرق. السطح يمكن أن يكون سطح كروي، سطح بيضوي. الله. ولكن المستوي يكون مسطحا مستويا تماما. مستويا تماما. نعم نعم. لذلك المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان في السطح المستوي، ولكن في الكروي يمكن أن يلتقيان السطوح المسطحة. سبحان الله. معلومة جميلة. إذا القرآن لم يقل أفلا ينظرون أو وإلى الأرض كيف سويناها أو لا لا، هذا غير مذكور في القرآن أبدا. كيف سطحت. سطحت أي هي سطح مهما تسير عليه تعود من حيث بدأت. يا سبحان الله. وتبين من خلال الصور التي التقطت حديثا لمجموعة كواكب المجموعة الشمسية نعم. أن الأرض هي الكوكب الوحيد الممهد والمسطح الذي لا تشعر أبدا لا بكرويته سبحان الله ولا بمشاكله. إذا وقفت على سطح القمر تعتقد أنك ستسقط بعد قليل لأنك ترى الانحناء، لأن قطر القمر أقل بقليل بكثير من قطر الأرض. صحيح. القطر الخاص بالكرة الأرضية مناسب جدا لهذا المجال، مجال الرؤية، لتراها مسطحة أمامك ولا تنتهي. سبحان الله. قطر الأرض بحدود 12,750 ألف كيلومتر. صحيح. تختلف من القطبين باتجاه خط الاستواء. المهم هذه الأرض هي مسطحة، ولكن ما هو شكل السطح؟ يعني أنت اليوم في الهندسة تقول أنا لدي سطح. سيسألك ما هو نوعه؟ صحيح. كروي، بيضوي، ما هو نوعه؟ متوازي، مستطيلات، قواعد هندسية معروفة. جميل. والقرآن يتحدث بلغة الهندسة. إذن قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد موضوع الأرض المقصود بها المسطحة يعني المستوية. نعم. ليس له علاقة بهذا الكلام. فهمنا هذا الفرق. نعم. أين الدليل على الكروية؟ طيب جميل. الله تعالى ماذا قال؟ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الله طيب. أكبر. الشمس تسبح سباحة حقيقية لأنه تبين حسب بحث نشر في مجلة الطبيعة أن الحركة الحقيقية للشمس إذا خرجنا خارج المجرة، ليس خارج المجموعة الشمسية. خارج المجرة. نحن هنا لا نستطيع أن نرى. الله أكبر. خارج المجرة تصبح المجرة قرص أمامنا. نعم. والشمس تصعد وتهبط وتدور دورة كاملة كل 250 مليون سنة. الله أكبر. وتصعد عشرات الملايين من السنين ثم تهبط بحركة تسمى الحركة الموجية الاهتزازية. حركة تشبه موج البحر وتشبه من يسبح في البحر. لذلك لم يقل وكل في فلك يمرون أو يسيرون أو يدورون، قال يسبحون. يسبح كحركة السابح. تمام. الله أكبر. والقمر والأرض وبقية كواكب المجموعة الشمسية أثناء اهتزاز الشمس وصعودها وهبوطها وحركتها الموجية الاهتزازية حول مركز المجرة أيوة. تتبع حركات أكثر تعقيدا. الأرض أكبر. حركتها معقدة أكثر لأنها تدور أصلا حول الشمس، والشمس والأرض تصعدان وتهويان أيوة. وتدوران حول المجرة، مركز المجرة، وتصنع حركة تشبه حركة الأرض. حركتها تختلف عن الشمس هندسيا، سبحان الله. تشبه حركة الطائر كيف يطير؟ يصعد ويهوي ويتقلب، سبحان الله. حركتين له. الشمس لها حركة واحدة، السباحة فقط، لا تتقلب. هي تصعد وتنزل على شكل موجة وتلف هكذا إلى ما شاء الله، كالسابح. لذلك قال: والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. علماء وكالة ناسا اليوم يدربون رواد الفضاء على إصلاح المراكب الفضائية في مسبح عملاق هو الأكبر من نوعه في وكالة ناسا، بني حديثا، ويتدربون داخل الماء. ويقول لك رائد الفضاء: إنني أشعر وكأنني أسبح في الفضاء. ويستخدمون كلمة سويم، سويم يعني يسبح، سبحان الله، نفس الكلمة القرآنية. الله أكبر. إذن أصبح لدينا حركة للشمس، جميل، سباحة، وحركة للأرض، سباحة مع دوران، تعطيك تقلب، بالإضافة للطيران وتقلب، يعني بها المعنى. جميل. هذا المعنى الاثنين يعني مع بعض. أريد أن أصور المعنى الدقيق. طيب، كيف يسبح الليل والنهار؟ أيوة، الآية فيها 4 عناصر. نعم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. أيوة. لابد أن تحدث حركة دورانية مشابهة لحركة الشمس. نعم. بالنسبة لليل والنهار، هذه الحركة لا تحدث إلا إذا دارت الأرض. الله أكبر. وهذا دليل دوران الأرض. الله أكبر، الله أكبر. ولا يتحقق إلا بالشكل القريب من الكروي، لأنها مفلطحة قليلا عند خط الاستواء. جميل، استدلال رائع. نعم. إذن أصبح لدي مجموعة من الحقائق العلمية، طبعا الآيات القرآنية سنأتي بها. نعم، نعم، إن شاء الله. نعم. هذه الحقائق العلمية التي نراها اليوم والتي ذكرها القرآن بدقة، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أكيد هذه الدقة العلمية والهندسية. صحيح. عندما قالوا إن الآية التي تتحدث عن الجبال أنها دليل على ثبات الأرض، ليس لها علاقة بالأرض أصلا، لأن الله تعالى يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، في آية أخرى: وألقينا في الأرض رواسي أن تميد بهم. نعم. ما معنى تميد؟ يعني تضطرب وتهتز. نعم. طيب، ماذا يحدث لو اختفت الجبال؟ نعم. في بحث حديث نشر 2017 لباحث أمريكي يقول: إذا اختفت الجبال سوف تحدث اضطرابات أقلها انقراض الإنسان وموته وانقراض النبات. الله أكبر. تصور. لأن هذا الجبل موجود له جذر، مثلا جبال الهيمالايا ترتفع 8880 مترا. نعم. 8.8 كيلومتر تقريبا. جميل. وتغوص 120 كيلومتر. جميل. وتد لها، وتد، والجبال أوتادا، ثبت الله بها الأرض. نعم. فهذا الجبل الهيمالايا 120 كيلومتر يغوص في الأرض ويثبت قشرة الأرض الرقيقة، لأنهم يقولون إذا نزعنا هذه الجبال الأرض تتألف من ألواح هذه القشرة. ده صحيح. وبالتالي هذه الألواح ستضطرب لولا وجود الجبال وتهتز. هذا هو معنى الآية الدقيقة. جزاك الله خيرا يا دكتور، وسبحان الله العلي القدير الذي ما أنزل في كتابه كلمة ولا حرفا إلا وله معنى. يقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أهذا الإله يعصى، أهذا النبي يخالف أمره، أهذا القرآن يدعي بعض المشككين أنه قرآن جاء به بشر. لا والله، إنه كتاب نزل من عند الله تصدقه آيات الكون ويصدقه كل موحد بالله. أنزله بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. أحبتي الكرام، نعود ونستكمل هذا العلم الغزير ورحلة الإيمان مع القرآن وإعجاز القرآن مع الدكتور عبد الدائم الكحيل. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لا يوجد ولا آية واحدة في القرآن تقول إن الأرض ثابتة أو الأرض مستوية. جميل. أو أن الأرض ولكن هناك آية وصفت لنا حركة الأرض بطريقة مذهلة وعجيبة بكلمة واحدة فقط، هذه الحركات المعقدة التي رأيناها. الله أكبر، شوقتنا. أو التي سمعناها وسنراها الآن إذا أحببت يعني أن نرى الحركة الحقيقية نعم. لكوكب الأرض كيف يسير. هي نعم. لا تدور نعم. وليس مسارات وليس دوائر، ولكن حركة عجيبة جدا عبارة عن طيران وتقلب. هذه مجموعتنا الشمسية إذا نظرنا إليها من خارج المجرة، الشمس في المركز والكواكب التي تدور حولها ترسم هذه الأمواج. انظر، الشمس في المركز، الجسم الأصفر الكبير، وحوله هذه الكواكب، وهذه هي الأرض في الأسفل الآن تدور حول الشمس. إذا هنا هذه مجموعة الكواكب الشمسية المعروفة، عطارد، مشتري، وهذا كوكب الأرض، وهذا القمر إلى آخره، وهذه هي الشمس. إذا عندما نخرج خارج المجرة نرى الشمس هكذا تتحرك، تقود مجموعة الكواكب وكأنها تسبح سباحة حقيقية، ولكن حركة الأرض تختلف عن حركة الشمس. فالأرض بنفس الوقت تصعد وتهبط مع الشمس وتدور، فهذا المزيج من الحركات الهندسية يولد لنا حركة تسمى حركة اهتزازية تقلبية. الأرض تتقلب وكأنها تطير طيران. انظر، المسار الذي يرسمه الطائر أثناء طيرانه يشبه هذا المسار. الله أكبر. لماذا أستخدم الطيور؟ لأنهم وجدوا أن نفس المسار هذا الذي نراه أمامنا الآن، انظر، هذه الشمس في المركز، الكواكب تدور، وهذه المسارات طبعا وهمية، هي. هذا كله 3D طبعا. وهذا سؤالي نعم. دكتور، 3D كيف استطاع العلماء أن يحددوا هذه الدورة؟ هذه بديهيات علم الفلك اليوم، لا تحتاج إلى إثباتات لأنها حقائق معروفة يعني. أنها تدور بهذا الشكل. تدور بهذا الشكل لأن هناك أبحاث ودراسات، ونستطيع أن نتكلم كثيرا بالإثباتات جميل. يعني ولكن هذه أي إنسان يريد أن يدرس علم الفلك يبدأ بهذه الأشياء البسيطة. أساسيات. جميل. نعم، ليس هناك بحث علمي. انظر نعم. إلى الطائر، يقارنون حركة الأرض بحركة هذا الطائر. انظر كيف ينزل ثم يتقلب، انظر، ثم يرسم هذه الموجة بزوايا محددة. انظر، هو هذا جناح الطائر وهو يطير، ثم يعكس حركته هكذا، ثم يتم المسار. عندما بحثوا في أسرار هذه الحركة وجدوا أنها الحركة الوحيدة التي توفر الطاقة بنسبة 100%. هذه الحركة صحيح. أي حركة أخرى سيستهلك مزيدا من الطاقة ولن يتمكن من الاستمرار في الطيران. جميل. أما عندما يسير بحركة تشبه حركة الكواكب أو حركة الأرض التي هي أيضا موفرة الطاقة، هذه الحركة الدقيقة سبحان الله. والتي تستغرق، يعني الأرض تدور حول مركز المجرة كل 250 مليون سنة دورة، الصور سبحان الله. هذه الطيور تستخدم نفس التقنية، نفس الطريقة الهندسية. لماذا؟ لأنها الأكثر توفيرا في الطاقة. الله أكبر، الله أكبر. وهذه طبعا المناظر والأشكال والرسومات كلها من صنع أناس غير مسلمين، لسنا نحن من وضع هذه الحركات، ولست أنا من قارن حركة الطائر بحركة الأرض. هي موجودة هكذا، يستطيع أي إنسان أن يبحث ويستيقن بهذه الحقيقة العلمية. الآن نأتي للقرآن. جميل. أصبح لدينا معنى لحركة الأرض، التقلب والسباحة مثل حركة الطيور. جميل. طيب، أنا إذا أردت أن أعبر، هل أستطيع أن أستخدم كلمة واحدة فقط للتعبير عما رأيناه الآن أو نراه أمامنا؟ صعب جدا يعني. تعجز كل لغات العالم، ولكن لا يعجز الله هذا الأمر. كلمة واحدة فقط. قال تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أنا الحقيقة هذه الكلمة كانت تذهلني، لا أعرف معناها. عندما ذهبت للمعنى الدقيق في اللغة العربية والمعنى المباشر، يقولون كفت الطائر أي أسرع وتقلب في طيرانه. معاجم اللغة موجودة لمن أحب أن يتأكد، والبحث موجود على الموقع. ما شاء الله، ما شاء الله. فماذا يمكن أن نقول أمام كتاب وصف لنا ظاهرة معقدة جدا بكلمة واحدة؟ ألا يستحق أن نقول تنزيل من رب العالمين، صدق الله العظيم، نزل به الروح الأمين صلى الله عليه وسلم، وصدق الله في كتابه، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ. أشكرك دكتور على هذه المعلومات المثرية التي أسلجت الصدور وأيقظت العقول. أحبتي الكرام، تعجبت لهذا المشهد الذي رأيته اليوم مع الدكتور العالم عبد الدائم الكحيل، مشهد يثير فيك الإحساس القوي واليقين بأن خالق الكون واحد. فهذا الانسجام بين حركة الطائر وكأنه يسبح والكواكب والمجموعة الشمسية والأرض هي أيضا تسبح بنفس حركة الطائر، ألا يدل ذلك لك على أن الصانع واحد؟ لا يسعني إلا أن أقول ما قاله الله عز وجل في كتابه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا، بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره، جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته، بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره، والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره، والله أوحى وصورا.